زميلنا أحمد يعقوب كان موجود هناك وفي المؤتمر وقدم لنا الرسالة دي، تعالوا نشوفها مع بعض ونرجع تاني. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي من داخل القاهرة، نشاهد انطلاق أسبوع القاهرة للمياه وهو المؤتمر السابع داخل القاهرة الذي ينعقد في 13 من أكتوبر إلى 17 من أكتوبر. المؤتمر هو يشارك به ما يقارب من 29 منظمة دولية وأفريقية لإيجاد حلول جذرية لمشاكل المناخ والتي تؤثر بالتبعية على التأثير المناخي المغاير التي تشهده القارة وبعض البلاد العربية والأفريقية. ومن ضمن أيضا المشاكل التي يتناولها المؤتمر هو مشكلة شح المياه ونقص الموارد بالبلاد، وأيضا بالتبعية ما يناقصهم من نقص في الموارد الغذائية التي تتأثر بالتغير المناخي. أيضا ناقش المؤتمر الحلول التكنولوجية التي يتم تطوير آلياتها لاستخدامها لتحسين ومراقبة الوضع المناخي والوضع المائي أو الموارد المائية داخل القارة. أيضا يشارك في المؤتمر ما يقارب من العديد من 29 ما يقارب من 29 منظمة دولية، كما قلنا في ما يقارب من 152 مناقشة أو 152 جلسة نقاشية يناقش من خلالها العديد من المنظمات من الدول خارج أفريقيا وداخل أفريقيا لمناقشة الوضع المائي وما يمكن أن يقوموا به لتحسين جودة التعامل مع مشاكل المناخ وأيضا مع مشاكل المياه. وعلى جانب آخر تم فرض معرض خاص بجميع الحلول المبتكرة، وهذا المعرض على هامش المؤتمر يفرض بعض الحلول المبتكرة من بعض الشركات المنظمات الحكومية وبعض الشباب من الدول الجوار أو دول حوض النيل، تناقش الحلول التي يمكن طرحها من خلال آليات جديدة ومبتكرة لحلول نقص المياه. كانت هذه رسالتنا من داخل القاهرة، مستمرين في تغطية رسالتنا استمرارا خلال هذا الأسبوع من داخل مؤتمر أو أسبوع القاهرة للمياه.